الأستاذي الفاضل الدكتور محمد أبوان على دعوته القائد المحرم واللجنة المنظمة للمؤتمر، وأحيي المحاضرة اللي أنا هقولها. يمكن شغلي، لكن إحنا عملنا شغل كتير في، ولكن هي أنا اخترت العنوان ده لأنه بتدور حوالين هاو تو ترانسليت بيسك ريسيرش، فكرة بسيطة جدا، إلى ترانسليشنال ريسيرش ممكن تعمل عليه شركات. وهذا الموضوع يعني أدى إلى دراجز إلى إنشاء أربع شركات، اللي هو إزاي أتحكم في الخلايا المناعية ورد الفعل بتاعها، بحيث بدل ما تبقى انهبيتد تحت ظروف معينة، لا ممكن ترجع تاني وتبقى أكتف جدا وتهاجم الكانسر. فالعنوان أنتي كانسر إميونوثيرابي بتوين بريكس أند بيدرز، وهنشوف إيه بريكس أند بيدرز دلوقتي. البرزنتيشن هتبقى على خمس محاور سريعة، هايلايت على الـ 3 سيجنال موديل المطلوب عشان نعمل جنريشن للكيلر تي سيلز اللي هي بتعمل اتاك للكانسر سيلز أو أي انفكتد سيلز. هنتكلم بقى هايلايت على الإميونوثيرابي، وبعدين النيجاتيف ستيمولاتري موليكيولز اللي اجتمع عليهم الشركات اللي هو بي دي 1 والبي دي ال 1، وبعدين ده أدى إلى النوبل برايز واللي خدها أليسون أند هوتشو من شهرين او من شهر ونص تقريبا، اللي هو الامريكاني ويليام. وبعدين الكلينيكال ابلكيشن اللي تمت بناء على الاكتشافات بتاعتنا. طبعا زي ما حضرتكم كلكم عارفين، الاميون سيستم ادوكيتد جنريتد اند ادوكيتد عشان حاجه واحده، ان هو يميز السيلف فروم نون سيلف. اذا لقى السيلف بيسيبه في حاله، اذا لقى نون سيلف زي بكتيريا او فيروس او الى اخره بيتعامل معاه.